بين عشية وضحاها تحول البحر الأحمر لمسرح من التوتر المتصاعد بسبب الصراع بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية والبريطانية، ما أثر على حركة النقل البحري العالمية. الجيشان الأمريكي والبريطاني يواصلان توجيه الضربات لجماعة الحوثي من خلال عملية حارس الازدهار، مع إعلان تدمير صاروخ مضاد للسفن كان موجهاً صوب البحر الأحمر في غارتين على منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. جاء ذلك بعد كشف القيادة المركزية عن أن ناقلة النفط مارلين لواندا التي ترفع علم جزر مارشال أصدرت نداء استغاثة وأبلغت عن وقوع أضرار بها بعد استهدافها بصواريخ حوثية واشتعال النيران فيها، مشيرة إلى أن المدمرة USS كارني وسفنا أخرى تابعة لتحالف حارس الازدهار قدمت المساعدة للناقلة. وبالرغم من إصرار الولايات المتحدة وبريطانيا على إضعاف قدرات الحوثيين وتدمير أسلحتهم من خلال ضربات جوية على مواقعهم، إلا أنها تبدو إلى الآن دون تأثير نوعي. تأثيرات هذه التوترات امتدت إلى سلاسل التوريد وبشكل خاص إمدادات الحبوب بعد تحول وجهة السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح وتأخرها وزيادة تكاليف الشحن، مما ينذر بتداعيات اقتصادية عالمية.